زوجنا وكان المهر هو علم الثورة يلي كلياتنا نحن مؤمنين فيه، مؤمنين بالشهداء يلي نلفوا فيه. بعد ما طلبت للزواج وحكينا مع أهلها واتفقنا على كل التفاصيل، فأنا كلاجئ بألمانيا وضعي المادي ما كتير جيد، فأنا اقترحت عليها أنه اطلبي مهر يساعدني يعني ما يكون كتير تقيل علي. وبنفس الوقت أنا عندي شرط صغير أنه ضمن المهر يكون علم الثورة. فهي بكل أدب وكل أخلاق مشكورة ومشكور اللي رباها قالت لي ببساطة أنا ما بدي أي مهر، أنا ببساطة بدي علم الثورة وبس. وهذا اللي صار. أكيد أنا سعيد جدا بهي التجربة وبتمنى أنه هي تكون خطوة لباقي الشباب والصبايا اللي مقبلين على الزواج، لأنه كلنا نعرف أنه اليوم الأوضاع ما كتير منيحة بالنسبة لأغلب الشباب. إذا ما قلنا 90% من الشباب الأوضاع المادية ما كتير بتساعد على دفع مهر عالي وعمل حفلة وتجهيز شقة وإلى آخره. أتمنى أنه هي تكون خطوة إيجابية للكل لحتى يساعدوا بعض ويوقفوا جنب بعض، وما يكون المهر عالي على الشباب يلي مقبلة على الزواج. أنا بتشكر أكيد لعزة وبتشكر أهلها يلي وقفوا جنبنا وساندونا، وكان المهر بهذا الشكل هو غالي. هذا المهر اللي هو علم الثورة هو غالي وأغلى من ما ممكن نتخيل. بالمناسبة هذا هو المهر وتسلمته أكيد.